السلام عليكم. خي هاد الشركه ديال الزا هي مزيانه ملي دخلت للرباط، ايه، ولكن بغينا تكون داروا واحد الحمله تحسيسيه شي سيمانه تقريبا قبل، يفرقوا دي فلاير فيها الخطوط، فيها شحال من طوبيس كاين، فيها شحال الفرق بين الطوبيس والطوبيس، هذا هو اللي غادي يكون مزيان. اما باش تجي الشركه تخدم من نهارها تجي تحط الطوبيسات، عباد الله ما عارفينش الارقام، عباد الله ما عارفينش فين يدوزوا، هذه صعيبه شي شويه. لا ما كانوش النوامر، حتى اللي خدامين، انا سولت واحد السيد ريسبونسابل ما عرفش الرقم، قلت ليه باغي نمشي سله جديده، قال لي انا ما عرفش الرقم ديال سله جديده، وانا اصلا جيت من سله جديده حتى القامره برقم 9، دابا انا كنقلب فاش نمشي ما لقيتش فاش نمشي. يعني الطوبيسات طلقوا بدون ما خاصها كما قلت لك كون جات واحد الحمله تحسيسيه توعويه للمواطنين باش يعرف كل واحد الخط اللي خصو يمشي فيه كان احسن. وكنتمنوا من عند الله يكون هذا الشيء من هنا لقدام يكون ميسر الامور لجميع المواطنين. الرساله اللي كنبغي نقول لهم هو كل في كل محطه يديروا ملصقات فيها جميع الارقام ديال الطوبيسات اللي غادوز، فيها جميع الخطوط اللي غادي تدوز. بالنسبه لهذا الطوبيس هذا حنا شفناه دابا مواصفات جديده، يعني خاص المواطن يحافظ عليه، يعني فيه معايير اللي زوينه، فيه طقوسيه زوينه، ولكن بالنسبه للناس اللي داو الاحتياجات الخاصه شنو غايديروا معنا دابا؟ ما دايرش لكم شي مكان مخصص لكم؟ مازال ما عرفنا حتى شي حاجه فيه دابا. شي طلعه مخصصه لكم؟ ما كاينه لا اماكن خاصه لا والو، الناس كتطلع بحال نفس الطريقه الاولى، ما عرفنا دابا شنو غادي يديروا معنا. بالنسبه للحل ديالنا ما عرفناش. يعني انت شنو الرساله ديالك بالنسبه لهذا؟ الناس داو الاحتياجات الخاصه راه خصهم رعايه خاصه، راه صاحب الجلاله راه كيخص عليهم بجميع الميادين. يعني على الاقل بعدا نطلعوا ويشرحوا لنا شنو غيديروا معنا، شنو الحلول اللي غيديروا معنا، يعني واش غيديروا لنا الشراكات هما غيتكلفوا به بشي ثمن اللي هو رمزي، شنو غيديروا معنا؟ فهمتي؟ هذه هي الرساله ديالي. الطوبيسات مزيان اخويا، ولكن خص شي قانون يكون صارم لهذا الشي طوبيس، يمشيو يجبدوا من دارهم، ولا ما فيش الحبس، يبيعوا ربوه الدار ويخلصوا ديك المصاريف ديال الطوبيس. باش حتى واحد ما يعاود يهرسهم، فهمتي؟ لان هذا الطوبيس اللي ركبوا فيه حنا مستافدين منه، فهمتي؟ هو في اليوم الاول ديالو شنو باقي دابا يلاه بدا الانسان ملي كيكون عاد بدا راه ما عاد كيسيرو، ماشي مشكل. خصنا غير دابا الطوبيس اللي خدمنا شتو شي واحد هرس او ما خلصش، خص محاسبه صارمه، ماشي يبقاو يرخطوا عليه طن طن طن، ماشي شدوا يديه ويقادوا مع المسائل مزيان. الطوبيس خصهم يحترموا الركاب، والركاب خصهم يحترموا الناس اللي في الطوبيس، هذا الشيء اللي كاين. الطوبيس خصنا حنايا خصنا نتهلاو فيه، حنا اللي غنركبوا فيه، فهمتي؟ خصنا نخلصو، ما بقاش ديك القضيه ما تخلصش، الا ما خلصتيش راه ما غتلقاش. يعني ما وصلت حتى شي قانون من هذه الشركه هذه خاص بكم؟ مازال ما قالوا لنا حتى شي حاجه، ما عطاونا لا اعلان لا والو. بغينا نعرفوا الحل اللي غادي يديروا معنا، شنو هو؟ يعني كنفضل انهم يديروا معنا واحد الثمن، ايوا كنا كنديروا في الجمعيات، هذا الرباط هذا، كاين ناس اونديكابي بزاف. منطقة سلام، منطقة الرباط، منطقة جمارة، ماشي بحال عبر على المدن زعما اللي هي أخرى، يعني الناس ديال الأونديكابي هنا كيستعملوا الطوبيس بزاف، يعني خاص الأماكن ديالنا ويخليونا حنا نطلعوا حنا الأولين ويديروا لنا واحد الثمن اللي هو يكون معاهم هما ثمن رمزي، مثلا شي سونديغام في العام ولا شي حاجة هو اللي ذكرت معاهم هما. ولكن دابا ما عبرونا ما قالوا لنا حتى شي حاجه، واحد الساعه وما بداو ما قالوا لنا حتى شي حاجه. هذه هي الرساله ديالي. السلام عليكم اولا، ثانيا اخويا هاد الطوبيسات زوينين، ولكن سله جديده ما كيمشيوش لها الطوبيسات، كاين طوبيس واحد هو ال 21 ساعتين دابا ولا ثلاثه السوايع، حنا كنتسناو وكنطالبوا يزيدوا شي جوج طوبيسات اخرى للسله الجديده الا بغاو يديروا معنا المزيان. الا حيت باقيين لا بداو الطوبيسات عليها اخي قلالين وصافي، ما الشركه راه مزيانه كلشي مزيان، طوبيس فيه الكليمه فيه الويفي فيه كلشي، هما قلالين وصافي، هذا هو المشكل ديالهم. الرساله للشركه يتعاملوا مع الركاب مزيانين باش الركاب يتعاملوا مع الطوبيس مزيان، باش يبقى الطوبيس ديما مزيان. بصراحه حنا فرحانين على هذا
الانجاز اللي داروا في اكتشاف الباطوس لان كنا مكرفسين. دابا الحمد لله راه الطوبيسات مزيانين وكنبغينا حنا الحمد لله هكا وكنا فرحانين الحمد لله. شنو نصيحتك للمواطنين باش يحفظوا راه الطوبيسات والناس ديال الشركه ايضا شنو؟ والنصيحه ديالنا خصهم هما يتهلاو لان شي في المستوى.